بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم خوتنا وحبابنا وصحابنا المغاربة داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن، وخوتنا الجزائريين وخوتنا الموريتانيين وخوتنا التونسيين وخوتنا الليبيين، هو كاع اللي تيشهد بشهادة لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هو كاع اللي متبع القناة ديال خو خليل. تحياتي واحترامي وتقديري لكم جميعا خوتي، وتنشكركم ديما على الدعم ديالكم وعلى التعاليق الرائعه وعلى التشجيعات ديالكم خوتي، تنشكركم بزاف 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 خوتي. خوتي وحبابي وصحابي، اليوم جيت بواحد الخبر، واحد الخبر اخوتي الشباب، اخوتي الشباب، اخوتي الشباب، ولاد مدينتي، ولاد خميسات مدينتي، اللي تبع الفاني اللي تبع مربك من ولا اما غيبنيو ليك، غيبنيو ليك كوزينات وغيدو ليك كوزين في خميسات باش تخدم، باش الناس اللي ما خدامش تخدم ان شاء الله. فهمتيني اخوتي الشباب، الله يجمعوا راسكم اصاحبي، وبعدوا اخوتي الصغار من المشاكل، وبعدوا من مربك من ولا، وبعدوا من اقراص المولويسه، وبلا ما نقول لكم ديروني قدوه، وكاع الناس تتهضر على محتوى السجن وانت تنصح الشباب وعفى عليهم الله تابو، يزيروا ديروا بكلامهم، ديروا بكلامهم اخوتي، اخوتي الشباب خصوصا ولاد مدينتي. تنقول لكم مفتح لكم الوزين، هو غيتصلح لكم الحبس، غيتصلح الحبس، نطق بها السيد المندوب، المندوب ديال اداره السجون واعاده الادماج. انتم اخوتي الشباب، انا المهم اليوم جيتكم بواحد، اسمعوا اخوتي الشباب، اورد محمد صالح المندوب العام لاداره السجون واعاده الادماج يوم الاربعاء 10 نوفمبر الجاري اثناء مناقشه الميزانيه المندوبيه برسم سنه 2022 في لجنه العدل والتشريع بمجلس النواب، ان السجن المحلي بالخميسات ستنطلق به اشغال الاصلاح والترميم واعاده التهيئه حتى يرقى الى الجيل من السجون بالمملكة، من الجيل الجديد. تيصابوا لكم الحبس، تيصابوا الحبس اخوتي الشباب. هذه راه ماشي جابت انا الهضره من راسي، غادي نطق بها السيد المندوب محمد صالح، السيد المندوب ديال اداره السجون هو اللي نطق ودق الجرس ديال الخطر عاوتاني على السجون المغربيه كامله. اخوتي، اخوتي الشباب، انتم اولياء الامور، استافدوا شويه، كاين اللي متبع هاد الاخبار، كاين اللي ما متبعش ما مسوقش، بحال خوتي الصغار اللي غادي للفانيد وغادي للهادي غاتسوق على الاخبار هادو. عرفتي فين وصل، فين وصل الاحصاء ديال السجون المغربيه؟ عرفتي كي ولاو الحبسات المغربيه الاكتضاد انا معاكم اخوتي. يذكر ان محمد صالح المندوب العام لاداره السجون واعاده الادماج اصدر قرارا مطلع شهر يناير سنه 2018 يقضي باغلاق السجن المحلي. هذا يهضر على فاش جات واحد اللجنه للسجن المحلي للخميسات لقوه غير صالح، ما اما غيريب على المساجن اما غيريب هو عليها فين سدوه. فهمتوني اخوتي الشباب، اخوتي المتتبعين ديالي، انا اليوم جيتكم بهذا المحتوى وبهذا الخبر هذا، باش اللي ما براس اللي براسو اللي متبع اخبار راه عارف هادشي اللي تنقول راه صحيح، واللي ما متبعش اخبار سمع اولد الناس، سمعوا اخوتي. دق محمد المندوب، محمد صالح المندوب العام لاداره السجون، ناقوس الخطر حول الاكتضاض. سمعتوا اخوتي، دق محمد صالح المندوب العام لاداره السجون، ناقوس الخطر حول الاكتضاض بالمؤسسات السجنيه، مؤكدا تحقيق رقم قياسي لم يسجل من قبل في تاريخ السجون المغربيه. فهمتوني اخوتي، فهمتوا ولا نزيد نعاود لكم؟ دق محمد صالح المندوب العام لإدارة السجون، ناقوس الخطر حول الاكتضاض بالمؤسسات السجنية، مؤكدا تحقيق رقم قياسي لم يسجل من قبل في تاريخ السجون المغربية. اكتضاض اخوتي الزحام، هادي ما تنقول لكم سيروا الحبس دابا، سيروا فيه 8 ديال الحجرة تيهز 26 30 البشر في العرجة جوج، سير تشوف الرماني، سير تشوف تيفلت واحد، سير بزاف 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 مؤسسات كاملين. فهمتوني اخوتي. وقال اليوم الاربعاء خلال تقديمه لمشروع ميزانيه المندوبيه العامه للسجون في لجنه العدل والتشريع بمجلس النواب، ان عدد نزلاء السجون حاليا
يصل الى 89,000 اخوتي. عدد حالة ديال السجون المغربيه 89,711 معتقل دابا حاليا في السجون المغربيه. عرفتي اخوتي، بعدا انا اللي مدوز الحبس تنقول واقيلا كيدير هاد العرضات كتهز. دابا حاليا كيدير بنادم بالعراض، حاليا كيدير بنادم بالرماني، حاليا كيدير بنادم بتيفلت، حاليا كيدير بنادم بتولال. اخوتي الشباب بعدهم طريق ديال تشوري على الحبس. اخوتي انا ديما معاكم بالنصائح، ما نبخلش عليكم اخوتي الشباب بالنصائح. حقاش تنشوف شي ولاد بلادي شنو تيوقع ليهم اخوتي. عليها اليوم جيتكم اخوتي الشباب نتوما بهاد الاخبار هادي، بهاد الخبر هذا اخوتي. وكاين اللي كنكون قراه، كاين اللي ما قراش، واللي تيقول شي واللي قال لي بان انا تنقول راه اللي قاري الاخبار اللي سمع الاخبار راه عارف هادشي اللي تنقول راه كاين صحيح. ها هو اخوتي كله، ها هو اخوتي تنضم معاكم كلشي عندي في التليفون. ها هو اخوتي راه مضبب ما تيبينش حيت شاعل. هي ديك اخوتي نزيدكم، وهذا ما اكده الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة خلال الندوة الجهوية حول توطيد جهود النيابة العامة في ترشيد الاعتقال الاحتياطي يوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021 بالدار البيضاء. وأضاف رئيس النيابة العامة على أن ترشيد الاعتقال الاحتياطي هذا قانون جديد أخوتي، هذا قانون جديد أخوتي الشباب باش تولي غادي. اسمع السيد الوكيل اللي تيهضر، أن ترشيد الاعتقال الاحتياطي يعتبر محورا مركزيا في تنفيذ السياسة الجنائية، معتبرا أي إفراط أو سوء تقدير في الاعتقال الاحتياطي معناه انتهاك الحرية الإنسان وهدم لقرينة البراءة. وأبرز الداكي في كلمته، لقد أكدنا مرارا لقضاة النيابة العامة أن تحريك الدعوة العمومية في حالة اعتقال يجب إعماله في الأحوال الاستثنائية التي تكون فيها حقوق أخرى قد تم المساس بها بشكل صارخ من طرف المشتبه فيه، أنه لا بد من توفر المبرزات القانونية المحددة في المواد 47 و73 و74 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تتمثل في حالة التلبس وخطورة الفعل الجرمي وانعدام ضمانات الحضور وتوفر دلالة قوية على ارتكاب المشتبه به الجريمة ومدى تأثير هذه الأخيرة على حقوق الغير أو على النظام والأمن العام. خوتي فهمتوا شنو تنرى بلا ما نشرح، راه كل هادشي كلشي مفهوم. أخوتي الشباب ها قانون جديد عاوتاني جاي، حمل السلاح عندك مشكل فيه عام ضرب الفوق، مبقاش حمل السندة ديالو الخضرة يلقاوه عندك عول على عام ونص عامين وسيرو طلع. ها واحد القانون غيولي أخوتي الشباب، عليها معاكم أنا ديما بالنصائح. بعدو أخوتي من طريق الانحراف، بعدو من طريق اللي غتطريق مربكت من والها، بعدو من الفانيد، فانيد غيخرج عليكم. كيما تنقولكم أخو سير دبر راسها بغي 600، انا دابا صحتي خانتني يا صاحبي، مره نمشي ندير هاك الروسه ديال الديسيرون صورتي ودير الخبز، ما نقدرش اخوتي والو والو ركابيه والو، عندي لي قامون في الركابي ما تنقدرش اخوتي تا والو. ما فين نمشي نخدم انا؟ نفعتني شي ندام اخوتي الشباب؟ ما نفعتنيش اخوتي الشباب ندام، لا من صحتي لا من كلشي، ما نفعتنيش ندام اخوتي الشباب. علي هادي ما انا معاكم هكا بالنصائح، والله يهديكم وتنطلب من ربي يهدي الجميع، ونتمنى منكم تسمعوا ليا وديروا بكلامي ما عمركم تخيبوا، وديروا يقينكم في ربي ما عمركم تخيبوا، ما عمر ربي يخيبكم اخوتي. اخوتي الشباب انا اليوم جيتكم بهذا الشيء اللي قلت لكم دابا، واللي تيقول هذه ولا هذه يمشي راه عارف كل الناس اللي قرات، والناس اللي قرات وعارفه هذا الخبر هذا تكتبوا في كومونتير، والناس اللي ما شافتش بغات تسول مرحبا، راه النمره ديال التليفون ديما تنحطها في الوصف. مرحبا بزاف بنادم يدخل عندي الواتساب، مرحبا باي واحد يسولني على اي حاجه، مرحبا على الراس والعين. وتنشكركم نتوما دوك خوتي الشباب اللي اتصلتوا بيا على الواتساب. السيد عنده مسكين حاله مدينه العيون، دري ولد العيون متبع القناه ديالي، عمي خالد هز النمره وقت يهضر معايا مع عمي خالد، باب مسكين في الحبس بست سنين على التجارة في مخدرات، والأم ديالو
حتى هي مسكينه ردت شي 6 شهور وما عرفت من شهور، وهو عند خوتو مزوجين. عمي خالد انا شنو الحل دابا؟ واش حتى نمشي للحبس؟ وهو كتب ليا كومونتير، كتب ليا كومونتير اخويا الصغير بلا ما نسمي سميتك بحال ولدي نتايا. عمي خالد شنو ندير؟ قلت ليه هضر، عيب شوي عليك عمي وهضر معايا. قال لي انا مده وانا تنعس الزنقه وتنقرا، با في الحبس، امي في الحبس، با ما لقى مسكين ما ياكل من مو، تنطيت فيه الناحيه، مشات هبطت تبعان تما الداخل. هذوك النواحي الصحه تيكون الحكم قاس شوي على الشراب وعلى التجاره في الخمور والتجاره في المخدرات. اش ندير عمي؟ ندير شي مشكل نمشي للحبس. دري عنده 16 سنه ولا ما 17، صافي خوتي بقيت تنصح فيه تا في الاخر، وباقي النمره ديالو عندي وباقي تنتواصل معاه. كي داير عمي هالطريقه باش تمشي عمي، ومشى بالطريقه ديالي وباقي تيشكر فيا لحد الان، باقي تيشكر فيا لحد الان. اخوتي الشباب وبزاف ديال الدراري تيتصلوا بيا عمي خالد، عمي خالد هادي اللي تنصح الشباب وننصحكم اخوتي. مرحبا على النمره، ولا كتب لي في كومونتير، انا اي كومونتير ترد عليه اخوتي المغاربه المتتبعين ديالي، اي كومونتير ترد عليه، وراكم كلكم تما وليت نكذب ولا شي حاجه ثاني تيكحط كومونتير خير تنرد عليه، ترد عليه انا بزوين. لهذا اخوتي الشباب اجتنبوا اخوتي رفقاء السوء، اجتنبوا مخدرات، اجتنبوا القرقوبي خصوصا القرقوبي، اجتنبوا اخوتي. يا اخوا كيما تقول لكم ديما دير 400 ديال اللوز في جيبك ولا الفرنك ديال اللوز، راه ما تقرمش، زايده فيك فيتامين، سير دير شويه بلاصال. كيما تنعرف دابا شي شبان دري صغار بحال خوتي الصغار تا هما مازال نطريمو هادي وبخير، تريني مع راسو بنادم يمشي يجيب غير 800 ريال 50 درهم وحمد الله بنادم وشاكرو. لهذا خوتي الشباب الله يحفظكم، انتم بحال وليداتي ولا بحال خوتي الصغار، تبقاو تسمعوا كلامي. الله يجازيكم بخير والله يهديكم والله يصلحكم لوالديكم، غتكرفسوا غير والديكم مساكين. لهذا اخوتي اللي عندي شي والدين يتهلا فيهم، غتكرفسوا على والديكم اخوتي الصغار. لهذا اخوتي تهلاو في راسكم، وتحياتي واحترامي وتقديري لكم جميعا المتتبعين للقناه ديال خوكم خليل النور، وخوتي الصغار وخوتي الشباب الصغار كلكم عزاز وغاليين. تنشوف بعيني داكشي تجيني الغيره ما تنبغيش انا الانسان، داكشي كيما نبغي راسي نبغي الانسان دمرت، ما نبغيش بنادم يعيش داكشي اللي عشت انا. لهذا خوتي تحياتي لكم، احتراماتي لكم وتقديري لكم، خوتي المغاربه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، خوتنا الجزائريين وخوتنا الليبيين وخوتنا التونسيين وخوتنا الموريتانيين، وكاع اللي تيشهد بشهادة لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، وكاع اللي متبع القناه ديال خو خليل النور. خوتي بارطاج خوتي فضلا وليس امرا اخوتي، وتحياتي لكم جميعا اخوتي، وتنشكركم بزاف ديما، الشكر لكم على الدعم ديالكم وعلى المسانده ديالكم وعلى الكومنتات ديالكم الزوينه. وانا عند الاشاره لاي واحد كما قلت لكم، اي سؤال اي واحد بغى شي، مرحبا باي واحد، راه النمره ديالي لقاها الانسان في الوصف، مرحبا بالجميع، تحياتي احتراماتي وتقديري لكم جميعا اخوتي. واللي تيطلبوا مني نعاود على خويا عبد الله التيمومي، راه غنعاود لك اخويا على القطاع تاع عبد الله التيمومي، راه الاداره كما تنقول لكم اخوتي راه غادي تعاقبوا هو عاوتاني. شوفوا على يوسف الطباشير شنو قال عند واحد اوفيسيال وعند الدراري في واحد الاوديو تيهضر من السجن، راهو تنهضروا عليهم وما تيتعاقبوا بداخل اخوتي. راه هذاك الشيء تمنى نعاود لك على بلادنا باقي مسجون، هذا الشيء اللي كاين اخوتي. ما انا دوزت واحد المده مع خويا عبد الله التيمومي اخوتي، اخويا وقيله كريم، المهم ذاك الدري ولاد سيدي قاسم عاود لنا على التيمومي، راه هذا الشيء علاش اخويا؟ انت ما تبغيش خوك عبد الاله مسكين يتعاقب لداخل وكذا، باش نهضر انا عليه وكذا، باش ندخل الاشهار ولا باش ندخل الفلوس في الادسنس ولا باش ندير هذه ولا باش نعاود للجمهور القصص؟ لا خويا ما نبغيش يتعذب والو داخل، كانت نورمال عادي نهضر لك على داكشي اللي دوزت معاه ماشي مشكل. ولي الدراري اللي قالوا لي اخوتي عاوتاني الله انزا ربي يرحمو، راه عيت انا اخذ اخوتي واحد الاستشاره، راه يقدروا عائلته ما يبغيوش هذا الشيء، علاش انا مازال عارف في هذا المشكل. مرحبا على اي واحد، هذاك النهار عاودت البنادم طلب مني نعاود على واحد خويا اوفيسيل، عاودت عليه تاخذت منه الاذن هاكا في فيديو قلتها، وعطاني كومونتير خذ راحتك اخي خليل، وقلت فيه كلمة حق.
فرجل طيب كما راكم سمعتوا الفيديو. تحياتي لكم اخوتي، وسمحوا لي اي واحد يسمح لي، غير قولوا لي عاود كانت استطاعه مرحبا، ما كانت استطاعه غنجاوبك بحال ما هكا اخويا في فيديو كذلك. وسمحوا لي اخوتي متتبعين ديالي، سمحوا لي بزاف. تحياتي لكم جميعا اخوتي، ان شاء الله في الجزء الثاني ديال ديك القصه اللي اجتمع دوك المسؤولين ديال العرجات جوج وديال تولى الواحد، ان شاء الله نكمل لكم فيديو اخر ان شاء الله. وشكرا لكم خوتي المساند ديالكم كما قلت لكم، ديما جيم تشجيعات خوتي، وبارطاجوا مع اخوكم خليل فضلا وليس امرنا خوتي. وتحياتي لكم اخوتي، الموعد ان شاء الله القادم اخوتي.